قلعة إلت منظر مذهل، أشعر وكأني سافرت في رحلة إلى الماضي. بعلاقاتها الدبلوماسية الذكية وزيجات المنطقات المقصودة فيها، نجحت عائلة الكونت إلت في الاحتفاظ بالقلعة بحوزتها أكثر من 8 قرون. يبدو المكان للوهلة الأولى رائعاً. بنيت قلعة إلت بين القرنين 11 و13 في مكان غير بعيد عن نهر موزل، وقد كان في ذلك الوقت أحد أهم طرق التجارة للإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الجرمانية آنذاك. ومهما بلغ جمال القلعة، فمن الأكيد أن العيش فيها يشكل تحدياً. بالطبع ليس لدينا طريقة للوصول إلى الغرف الخاصة التي تعيش فيها الأسرة اليوم، لكن الرجل، أو ربما يجب أن أقول اللورد المقيم في القلعة اليوم، عرض علي أن يقوم معي بجولة خاصة في باقي أجزاء القلعة. استلم الكونت ياكوب فون واتسو إلت القلعة من والده في عام 2018. يعيش في الواقع في مكان آخر، لكنه لا يزال يقضي بعض الوقت في القلعة بشكل منتظم، فهو قد نشأ هنا أيضاً. لهذه القلعة أجواء متميزة جداً، هل ما زلتم تشعرون بذلك؟ نعم، خاصة في المساء، بعد أن يذهب الناس ويصبح الجو هادئاً هنا وسط الطبيعة. إنها أجواء خاصة جداً، إلى جانب الشعور بالانتماء أيضاً، فأنا أشعر في لحظات كهذه بأنني هنا في بيتي تماماً. السرير في الواقع أكبر بكثير مما يبدو عليه، وعرضه أكثر من 1.80 متر، وطوله 1 متر، وهذا لأن جميع أفراد الأسرة ينامون عليه، الآباء والأبناء. وكان هذا يحدث من أجل الحفاظ على الحرارة، وهذا سبب وجود الستائر أيضاً، وسبب أنها مرتفعة بهذا الشكل، كل ذلك من أجل الاستفادة من ارتفاع الحرارة. لذلك كان الناس آنذاك يتسلقون ويصعدون إلى أعلى ليناموا في أسرتهم. الزخارف على جدران غرفة النوم مرحة جداً، وفيها الكثير من رموز الخصوبة الجنسية. بشكل تقريبي يمكنك أن تتخيلي كيف كانت تبدو غرفة معيشة نمطية لعائلة ثرية في العصور الوسطى. من بين العناصر الأكثر جذباً للبصر في هذه الغرفة هي سجادتان الحائط المعلقتان هنا. هذه واحدة من 40 مدفأة في القلعة، والتي تضم ما يزيد عن 80 غرفة، لكل غرفتين مدفأة واحدة. كانت هذه رفاهية استثنائية في ذلك الوقت. أتخيل ذلك. كان لجميعها جدار خلفي من الحديد أو الحديد الصب، وبمجرد أن يسخن ينقل بملقة خاص إلى الغرفة المجاورة التي لا تحتوي على مدفأ، ليبعث الحرارة المخزنة فيه هناك. الحفاظ على القلعة يتطلب الكثير من العمل، أليس كذلك؟ بالتأكيد، نحن نقوم بأعمال الترميم والتجديد باستمرار. هناك دائما شيء ما يجب عمله، وهذا ما يتطلب الكثير من الجهد والمال. إذا نحن ممتنون جدا لزوارنا وضيوفنا، فبدونهم لن يكون كل هذا ممكنا. الجذع الخشبي الكبير هو واحد من الأشياء المفضلة لدي أيضاً. إنه ليس متحجراً في الواقع، لقد قمنا بقياس أبعاده ووجدنا أنه لا يمر من النافذة أو الباب، مما يعني بأنه كان هنا قبل الانتهاء من بناء هذه الغرفة. رائع، هذا يعني أنه أحد أقدم القطع في القلعة ربما. بالتأكيد. شكرا جزيلا للوقت الذي منحتني إياه، كان من الرائع التحدث إليك. كان رائعا التعرف عليك أيضا، شكرا لك.